طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Mother who bore you and nursed you. Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it. Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness.
But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith, as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world.